تشيع ان انت عامل لجنه وبتاخد فلوس من وبوزع فلوس وبتوزع فلوس وبتاخد فلوس عشان اللجنه دي، وعارف ان حصلت ساعتها ازمه وانت يعني بعيد كل البعد عن اي حاجه من الحاجات اللي اتقالت عنها. هو بس للاسف انه انا كنت عايز استمر في الخديعه دي، لانه أصدقائي كثيرون من ناقص النفوس، كثيرون من المنتفعين، كثيرون من اللي بيدوروا على مصالح تقربوا مني أيام تقرب. الإنبوكس مليان ورسائل واتساب مليانة، والأسماء المحترمة كلها اللي يعني ما شاء الله كلهم هبوا عليا علشان حسوا إنه في مصلحة، إنه في فلوس. للأسف يا جماعة ما فيش فلوس، للأسف يا جماعة ما فيش مصلحة. اللي حصل إنه بعد شرم الشيخ حضرنا مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، ودعيت للمنصة في الندوة بتاعت الإعلام، وزي ما تقولي كده تجرأت ورديت على الأستاذ إبراهيم عيسى. الأستاذ إبراهيم عيسى صحفي محترم، كتيب درجة أولى، ويتميز بالإضافة لكده أن له أتباع. هؤلاء الأتباع لم يخلصهم هذا الأمر، وبعضهم تبرعوا بهذه القصة. الشاهد في هذه القصة، لو حد قال أن أنا بكنس وبمسح في كتيبة في أعماق الصحراء للقوات المسلحة، فهذا شيء يشرف. تمام؟ ببني طوب، شيء يشرف. بشتغل في ترجمة، بشتغل في كتابة، بشتغل في دعم، طالع بعمل أي خدمة أنا أرى أنها خدمة وطنية ويرى البعض أنها خدمة وطنية، انتهى الموضوع. يعني ما هواش أصلا إهانة ولا شتيمة. اللجان الإلكترونية أنشأها الإخوان في الأصل، سياسة أنشأها الإخوان ووظفوا ليها مئات الشباب، وكانوا بيستخدموا لذلك مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكانوا هناك وبياخدوا مرتبات. فاللي هو ما تجيبهاش فيا عشان دي من منشآتك أنت. رقم اثنين، اللجان الإلكترونية طريقة بائدة، هناك ما هو أفضل من كده. وما هو الأفضل من كده يا عزيزي؟ انقلوا عني قائلها إبراهيم الجرحي. اللي مش شايف أنه المد بتاع الثوار والمد بتاع الإخوان قد تراجع لصالح مد قومي قوي ومؤثر على السوشيال ميديا اللي كانت يوما ما معقل من معاقل الجماعة دول، يبقى يقول لي فما الذي حول هذا المد ومش اللجان الإلكترونية. ومش اللجان الإلكترونية، لأن ده شغل ساذج أوي.